بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. فقرتنا الحواريه الاولى النهارده مع ناقد رياضي متميز، هنتكلم معاه على ملفات كتيره جدا. الملف الاولاني طبعا القرارات المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي وتوابعها واثارها ان شاء الله في المستقبل. الملف الثاني ان شاء الله اكيد منتخبنا القومي اللي باذن الله يخوض مباراتين في خلال يمكن 5 ايام امام كينيا وجزر القمر في تصفيات المؤهله لامم افريقيا الكاميرون 21. وطبعا بالتاكيد ان شاء الله عوده واستعدادات فرقتنا ان شاء الله لخوض مباراتي المريخ وسيمبا في المشوار الافريقي. بنرحب بالناقد المتميز الاستاذ محمد القوسي. مساء الخير عليك يا استاذ محمد. مساء الفل يا كابتن هاني. منورنا. بالاخير يا كابتن، تحياتي ليك ولكل مشاهديك في كل مكان. منورنا في البيت الكبير. عندنا زي ما بقول 3 ملفات وهنتكلم على بعض الاخبار العالميه شويه، لكن خلينا نبدا بالنهارده. كان في قرارات مهمه جدا لمجلس ادارتنا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. شفت القرارات دي ازاي؟ من خلال طبعا توجيه الشكر للعميد محمد مرجان على طبعا فتره رائعه قضاها في النادي الاهلي وتوليه منصب نائب رئيس شركه استادات الوطنيه. تمام، خلينا قبل ما ادخل علاقات مجلس اداره اهنئ طائره النادي الاهلي. صحيح. طارت في السماء عالي النهارده وحلقت بانتصار كبير جدا على طائره نادي الزمالك ب 3-0، نتيجه كبيره جدا. الزمالك متصدر. صحيح. قبل المباراه الزمالك متصدر ب 29 نقطه وبدون اي هزيمه، والاهلي 25 نقطه. النهارده الاهلي طائره الاهلي دي هي الاعظم في مصر وفي افريقيا، يعني طبعا كانوا خسروا ماتش بتروجيت طبعا بطريقه غريبه مفاجأة طبعا. طبعا، لكن النهارده النادي الاهلي بيعود للوضع الطبيعي وبياخد 3 نقاط ب 3-0، وما زال ليه مباراه مؤجله مع الترسانه ان شاء الله والفوز فيها قريب، ومتوقع الفرق الكبير بين الفريقين. هيتصدر وهو حامل اللقب ويكمل طريقه في السرداد الرقب والحفاظ عليه خلال المرحله المقبله. مبروك لطائره الاهلي هذا الانتصار الكبير. كمان سله الاهلي النهارده برضه حقق انتصار مهم، يعني دليل العاب الاهلي مستمره وبتحقق انتصارات في كل الالعاب، وده النادي الاهلي اللي دايما لا يرضى الا بالمقدمه دايما في كل العابه. يعني